مساء الخير متابعينا متابعي معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، نحييكم في هذه الندوة الافتراضية التي نقيمها في قضية مهمة جدا، وهي أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الجيل الناشئ. لا شك أن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تشكل أحد المعولات الأساسية والمقومات الأساسية في تربية أطفالنا وفي إنشاء جيل المستقبل، سواء كان هذا الأثر إيجابي أو سلبي بما يعود عليهم بالنفع أو الضرر. ولا يوجد أي خلاف على أن المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي هم الأكثر تأثيراً على هذه الفئة المهمة في المجتمع، وهي فئة الشباب والجيل الناشئ. ولذلك فإن المشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم في إظهار الصورة الإيجابية لهذا الجيل وفي غرس القيم الفاضلة والأخلاق الحميدة فيه، إلى جانب الأمور الأخرى أو المقومات الأخرى مثل العائلة ووزارة التربية وغيرها من يضع الأسس في نفوس أطفالنا. اليوم يسعدنا أن نستضيف أحد هؤلاء المشاهير الذين تركوا أثراً إيجابياً كبيراً في حياة الناس، لا سيما فئة الشباب، من خلال ما يسلطونه من أضواء على القضايا المهمة في مجتمعنا وتركيزهم على الظواهر السلبية ومعالجتها بطريقة موضوعية، أحياناً تكون انفعالية لكن تركز على جوهر الموضوع وعلاج المشكلة من جذورها. يسعدنا اليوم استضافة الزميل الإعلامي إن صح التسمية الأستاذ طلال البحيري أبو عدنان. حياك الله صحيح. يا هلا ومرحبا أستاذ، يعطيك العافية، تحياتي لك وإلى كل شخص قاعد شاهدنا من خلال هذا اللقاء. الله يسعدك حبيبي أبو عدنان. خليني أبدأ معك في دور وسائل التواصل الاجتماعي في بصورة عامة بمساعدة العالم على التقدم أو التأخر من الجانبين. هل يمكن بهذه الوسائل إنستغرام، تويتر، أيقونات صغيرة في هواتفنا المحمولة، هل يمكن لها التأثير لهذه الدرجة أم أن المجتمع يبالغ في هذه الصورة؟ شوف أستاذ، طبعاً لها تأثير يعني ذو حدين. في دول يا أستاذ انهدت وعمت فيها الفوضى بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وراح أذكر يعني بعض الأسباب والأمثلة من غير ذكر أسامي. وفي دول تقدمت وصاروا القمر من خلال التركيز على التقدم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كمثال، أخواننا في دولة الإمارات عندهم الطيارة الذكية اللي توصل بطاقتك المدنية لغاية البيت من خلال طيارة. هذا توظيف للتقدم ومواقع التواصل الاجتماعي في التواصل بين الحكومة وبين الشعب. من جهة أخرى ممكن الشعب يستخدم هالتواصل هذا بنشر الشائعات ونشر الفوضى في البلد، وهذا شفناه في أقرب المناطق العربية واللي إن شاء الله يعني يعم فيها الأمن والأمان مرة ثانية. فإي نعم، مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التقدم وتساعد في الرقي وكذلك تساعد بالفوضى على حسب استخدامها. طبعا نموذج جميل في الإمارات العزيزة، وهذه كلمة حق تقال وليس لأننا في ندوة افتراضية لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب. الإمارات من أول الدول العربية وحتى على مستوى العالم التي وضعت قوانين لتنظيم عملية الإعلانات التي يقوم بها المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، أسوة الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة مثل بريطانيا وغيرها. فكانت أول دولة عربية هي الإمارات العربية المتحدة، وهذا أمر نعتز فيه لكون الإمارات تمثلنا اليوم كلنا خليجيين ونعتز بهذه الخطوة الجميلة. هذا يشغلني لسؤال، إلى أي مدى نحتاج إلى تقنين عملية الظهور الإعلامي لمشاهير وسائل التواصل الاجتماعي؟ شوف، تقنين ما تقدر، لأنه هو تليفون وفي إيد هذا الشخص، وممكن يستخدم التليفون داخل بيته بل بداخل غرفته، فمو بيدك أنت يعني تقنن ولا أنت تقول رأيك لهذا الشخص. وهو يعتمد على ثقافة المجتمع يا أستاذ، يعني والمجتمعات تتقدم ثقافيا عن طريق وايد أمور، ومن هالأمور هو الحزم بالقانون مع هذه الفئات. التساهل شيء طيب والحريات جميلة، لكن كذلك الحزم مطلوب
لان لو تبي تهد الحبل على الغارب راح تصير فوضى، وشفنا الشق منها يعني بالكويت، والحمد لله قاعد تلاحق اعمارنا يعني في سمعه البلد اللي للاسف بعض ناس شوهوها. اما موضوع التقنين لا انا ولا انت نقدر، يعني وايد ناس انت تدري بالفتره الاخيره قاموا يتخفون ورا حسابات وهميه لنشر شائعات والانتقام من شخص معين ولا من جهه معينه ولا من دوله معينه، وهذا موجود وقاعدين نشوفه، عسى الله يعني يحمينا ويحفظنا منهم. فالتقنين مستحيل، لكن اللي غير مستحيل هو نشر الوعي بين الناس، تقول لهم انه يا جماعه ترى هذا الانسان اللي مو مبين واللي منخش ما يصير تسمع كلامه وتصدق، انت اصلا مو عارف منه، مرتزق منك وفيك، يبي حرق الديره ما تدري. فانا دائما اقول اخذوا اخبارك من المصادر الموثوقه، لان المصادر الغير موثوقه ما همها الا حرق البلد لانها اصلا مو بالبلد. فنشر الوعي هو الحل. نعم استاذ طلال، عدم وجود ما يسمى بحارس البوابه، الشخص الذي يفلتر الاخبار ويدقق فيها ويعرف مدى صحتها من مدى خطاها، وهو شخص موجود في الصحف التقليديه ووسائل الاعلام التقليديه بشكل عام من تلفزيون واذاعه وغيره، في وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشخص غير موجود، المغرد او المدون بنفسه ينشر الخبر او المعلومه صحيحه كانت او غير صحيحه. الى اي مدى يؤثر هذا الامر على مصداقيه الاخبار التي تنتشر والاشاعات التي تظهر مثل ما تفضلت تكلمت عنها؟ يعني تخيل ان انت جاوبت على نفسك في اول السؤال، في مثل مصري يقولون وكاله من غير بواب، تخيل يا اخي بنايه ولا عماره ولا شركه ما عليها حارس، فتصير ما هي حق اللي داش واللي طالع، الاخبار تتناقل بدون فلتر على قولتك. الواحد ترى احنا بشر، يعني ممكن الواحد تغريه الفلوس، ممكن الواحد تغريه المناصب، ممكن الواحد يوعدون يعني يوعدونا بشيء معين وعلى هالاساس اساس هالوعد يقوم يتكلم في اشياء ويطق ناس يعني بريئين. فالحارس اللي تقول عنه هذا، انا صار لي 4 سنوات انادي في هالحارس منو ما كان، سواء قضائيا ولا سواء الداخليه ولا سواء اي احد يكون فلتر حق هالبشر وفق معايير معينه. اتمنى هذا الشيء، من اللي ما يتمنى هذا الحارس اللي عنده شبهات، لان يعني تخيل لو نشبهها في بنايه فيها عوائل محترمه فيها شركات محترمه، ما عنده مشكله لو العماره ما فيها حارس، لكن يتمنى تكون في حمايه. لكن لو في بينهم حرامي هو اكثر واحد يتمنى ان الحارس ينام بالليل، لانه حرامي وده البيبان مفتوحه بدون اي حمايه ولا حراسه. فاي واحد يطالب بعدم وجود هذا الحارس عند الباب عليه شبهه، فالمفروض ان احنا نطالب بهذا الشيء. بالعكس انا اتمنى الدوله تحط حارس على 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 السوشيال ميديا يطالع ويشوف وفق معايير معينه، لان بيتي يختلف عن بيتك في معايير معينه، يختلف عن بيت فلان سواء باللبس ولا طريقه الكلام، لكن في خط كلنا نتفق عليه وهو خط الادب والاحترام وحفظ هيبه الدوله. فيعني يقول امين ان شاء الله يكون يتفضل كذي حارس قوي يجاب اللي بالي وبالك ان شاء الله يا رب. بس لكن انا يعني خليني اتبنى نوعا ما وجهه النظر المقابله عشان نعم. في احد جاي مثلها، البعض يقول ان الرقابه الذاتيه المفروض هي تكون الفيصل، او ان مثلا السلطه اللي يعني حارس البوابه سواء كانت حكومه او غيره ممكن تستغل هذه العمليه بان هي تقتل حريه التعبير مثلا او تقلل منها، ايش رايك انت في هالموضوع؟ والله هذه الكلمه اللي مسببت لي حرج، مسببت لي حرقه اعصاب، اللي هي الحريه الشخصيه. يا جماعه الخير الحريه الشخصيه المطلقه دمار شامل. لما انا اقعد من النوم نفسيتي متعكره على وزاره معينه واقوم اطقها بسبب حريتي الشخصيه، غلط. لما انا اقوم واطق فلان وافضح فلان واتكلم بوقاحه من باب الحريه الشخصيه، غلط. الحريه الشخصيه لابد يكون لها حدود، والحدود هذه تحطها الدوله، وكلنا باذن الله قابلين بهذه الحدود، لان يعني اي شيء ما في حدود يعني تكون نهايته دمار. احنا كبشر كمسلمين بيننا وبين الله حدود وهي الحلال والحرام. لما انت تدش فندق
يعطيك شروط، هذه حدودك. فاللي يقول لك حرية شخصية وما أبي حدود، هذا إنسان يسعى للفوضى، يسعى للدمار يعني، ولا يسعى للصلح، ولا أنه يبني البلد. فالحرية المطلقة أنا ضدها ومع الحدود. نعم، إذن أنت تدعو للحرية المؤطرة ذات الحدود وليس الحرية المطلقة كما يدعو إليها. أستاذ طلال، بالنسبة للتحديات اللي تواجه الجيل هذا اللي إحنا قاعد نتكلم عنه، بناتنا وعيالنا، في ظل وسائل التواصل، شو نشوف التحديات وشو ممكن يواجه؟ أنا والله يعني يكسرون خاطري. ليش؟ لأن ترى هذا الجيل جيل واعي ترى، وجيل ذكي. لو إذا تسمح لي يعني، أنا وأنت لو نقارن أعمارنا لما كانت 6 سنوات مثلا ولا 7 سنوات، في طفل الحين عمره 7 سنوات تحس إن إحنا كنا وايد بريئين بزيادة، تحس إن هذا أذكى وايد. ما بقول إحنا كنا أغبياء، لكن كانت البيئة وايد بسيطة. هذا الجيل اللي الحين عمره 7 سنوات، لو أنت يرجع فيك الزمن وأنا أجيب طلال اللي عمره 6 سنوات وأجيب مثلا محمد اللي عمره 6 سنوات الحين، تحس في فرق عجيب يا أخي. تحس هذا الجيل واعي ذكي، يلقط، يتعلم بسرعة. لكن هذا سلاح ذو حدين، هذا الوعي وهذا العقل الكبير للأسف يحتاج إلى قدوة حسنة. وين قدوة حسنة؟ وين؟ موجودين إيه نعم، لكن كتأثير بالسوشيال ميديا، كعيونهم رايحة على منو؟ على ناس للأسف ما هم قدوة حسنة. فقاعد يوظف هذا الذكاء وهذا الوعي في مكان غلط. لاحظ أنت عندنا بالفترة الأخيرة حتى عند أخواننا بالإمارات وبالخليج مخترعين وعباقرة بعمر صغير حيل. هذيلة توظفه وتوظيف صح، لكن الغالبية العظمى للأسف توجه خاطئ. فالمؤثرين خل طلال، المؤثرين نوعين، في مؤثر وفي غير مؤثر. المؤثر في نوعين، في مؤثر سلبي ومؤثر إيجابي، ويا كثر السلبي ويا قل الإيجابي. فهذا الجيل يعني قدام تحديات وايد كبيرة، إن بكل اختصار يختار القدوة الحسنة. وطبعا القدوة الأولى هو رسولنا عليه الصلاة والسلام في سيرته النبوية وفي أخلاقه، راح يكون أفضل قدوة يعني بالعالم كله، ويجي من بعده أكيد الناس المؤثرين اللي نتمنى أن يكونون تأثيرهم طيب. مثل ما تفضلت، صحيح المشاهير ليس جميعهم مؤثرين، والمؤثرين منهم هناك من تأثيره سلبي ومن تأثيره إيجابي. بعدنان، أنت يعني مشهور في هذا الخط، حتى في كتابك باقونا هنا، هذا يعني الكتاب الجميل اللي طلعنا عليه، ذكرت انت هالموضوع بالتحديد. يعني انا اذكر في واحد من موضوعاتك كتبت قدوتي فاشينيستا، فكنت تتكلم عن موضوع بناتنا الطموح فاشينيستا. عفوا، فهل تشوف هالشيء قائم؟ هذا الموضوع ترى يعني يندرج تحت سؤالك، وهو تحديات هذا الجيل. يعني جيلي انا، وانا يعني انا مواليد 87، لما كان ابوي يسالني ولا امي تسالني شنو ودك تصير يا طلال لما تكبر، كانت الاجوبه شبه واضحه عند 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 الجيل كله، طيار، ضابط، مهندس، وانت ماشي يعني. لكن الحين للاسف صار الطموح فاشينيستا، والسبب في مصطلح انجليزي يسمونه ايزي موني، فلوس سهله قاعد تدش بدون تعب، بل بدون كرامه، مقابل افعال انا قلتها وذكرتها قبل شوي. لكن صار الولد يا استاذ لما يشوف امه الدكتوره، ولما يشوف ابوه مهندس البترول، ما يقول ودي اصير مثلهم، يشوفهم قاعدين يتعبون وما في فلوس مثل اللي قاعد اشوفها بالسوشيال ميديا، يقول انا ايش حقي اتعب مثل امي وابوي واصير دكتور ولا اصير مهندس. شوف المفارقه العجيبه، صار الدكتور والمهندس ينقال بشمعزاز. ها، ليش ما اصير فاشينيستا يعني؟ ليش ما اتزوج واحده واطلع وياها ككابولوس ونستفز العالم وتجينا فلوس وسفرات؟ فانت كذي دمرت جيل كامل يا رجل، دمرت طموح كان بريء وكان محترم. فانا رسالتي لهذا الجيل، اذا كانوا يتابعوني، وانا اتوقع انهم يتابعوني، اختار قدوه حسنه. على ذكر الام والاب، طبعا احنا ما نختلف ان دور الاباء والامهات عظيم جدا، ودور يعني
حيوي ومحوري جدا في عملية تربية الأبناء، لكن التحكم في محتوى ما يشاهده الأبناء، هل هو دور الأب والأم أم هي مسؤولية المجتمع بشكل عام أم المسؤولية مشتركة بين أكثر من طرف؟ من يتحمل شنو يشوفون العيال يعني؟ والله مساكين الأم والأب، شي لحك إذا تلقاه مسك عياله بالبيت، تلقى عيال عمهم عندهم تليفونات، تلقى عيال خالاتهم، تلقى بالمدرسة، تلقى اللي راح النادي، ما تلحق. هي مسؤولية اجتماعية متكاملة، لازم أنا وأنت وأخوك وأمي وأبوي وفلان وجاري كلنا نتعاون عشان ننظف البيئة من هالبشر، ولا الأم والأبو ما يلحقون. ياما يا أستاذ أم وأبو تعبوا على تربية ولدهم وصرفوا وربوا، وفي فيديو واحد من هالفيديوهات اللي تنتشر المقززة انهدم كل اللي سووه. فهي مسؤولية اجتماعية بحتة، والحكومة تتحمل أيضا المشاركة بهذا الشيء بوضع حد حازم لهذه الأفعال. أستاذ طلال، بالنسبة لموضوع الشهرة اللي حضرتك تكلمت فيه، ويعني وصفته بأنه غير عن اللي أنت كنت متصوره من قبل، هل صحيح هذا الكلام؟ والضريبة اللي أنت دفعتها كمشهور، والناس دائما تعتقد أن هذا مشهور أموره ميسرة، يروح أي مكان مثلا يعرفونه، معاملاته تمشي، الناس حابته، لكن في ضريبة دائما يدفعها المشهور. يعني هذه أنا أعرفها من خلال الحوار الشخصي بيني وبينك المسبق. فشنو الضريبة اللي أنتم قاعد تدفعونها كمشاهير اليوم؟ الضريبة طال عمرك شفت هذا الشيء، هذا شنو؟ هذا ليت. بين ليت عندي، مو بين شنو؟ تليفون؟ ليت، هذا ليت. المشهور كأنك حاط كشاف عليك 24 ساعة. تصرفاتك محسوبة، الكلمة محسوبة، مع أن احنا بشر نصيب ونخطئ، لكن المشهور في خير يخطئ. هذا الكشاف اللي وريتك إياه كنا محطوط بعيني 24 ساعة، وهو شيء مو مريح. فتلقي أغلب المشاهير، وأنا منهم، ساعات أبي أهد التليفون وأبي أطلع حداق. حداق بالإمارات يسمونه حداق ولا شو يسمونه؟ صيد سمك. والله ما أعرف صراحة، صيد السمك. إي ساعات نطلع لهجتنا قريب البحر. إي نعم ونعم. فساعات أبي أطلع بالبحر وصيد سمك وقط التليفون، لأن هذا الكشاف على عيني. وبخصوص إن معاملاتي ميسرة وماشية، وهذا الكلام غير صحيح. بالعكس، أنا علي قيود أكثر من العادي، لأن لو أنا أسوي شيء غير قانوني، أنا واللي مشالي المعاملة راح تصير علي المصيبة أعظم وأكبر. فبالعكس يعني حالي حال الأمة، بل أردى يعني، ليت بطل بوي حيل يعني، حتى العلاقات حتى ماشي واسطة يعني. ماشي واسطة يعني، والله إن شاء الله لا. مسألة الواسطة في مجتمعاتنا العربية يعني ظاهرة منتشرة أمانة عند الكل، المشهور وغير المشهور ممكن يلجأ لها، فهي ظاهرة عامة يعني، وليس من الأنصاف أن نخص فيها المشاهير. أبو عدنان، من المخاطر اللي واجهها جيل الشباب اليوم أو الجيل الصاعد بسبب موضوع وسائل التواصل الاجتماعي هو تعريضهم بحد ذاتهم للأضواء، بمعنى بعض أولياء الأمور يصور الياهل أو الطفل ويخليه هو الشخصية المشهورة ويدور حولها محور الحياة، فيفقد الطفل خصوصيته، يفقد حريته، يعني يفقد الكثير من براءة الطفولة، لأن دائما الأضواء مسلطة عليه. فما أدري شو تعليق هالظاهرة يعني. والله أنا حتى اللي يصورون عيالهم أنا ضد هذا الشيء. يا أخوي العين حق، وهذا طفل. يا مناس عسى الله يرزقهم إن شاء الله، ما الله رزقهم ضنه، ممكن يفز قلبه من غير قصد على ولدك. في طفلة بالسعودية الله يرحمها توفت بشكل مفاجئ وكثير. يا أخي أنت ما تخاف على ولدك، خلني أنا غريب، بس أنت ما تحاتي ولدك بسبب شهرة تصوره وتحط عليه الليت وتمحي طفولته. هذا طفل يا أخي، إحنا الكبار قاعد نتأذى. هذا الصغير باكر راح يلعب في ملاهي ولا راح ألعاب ولا حديقة، ما راح يأذونه؟ إيه راح يأذونه، وهذا ما راح يسبب له عقدة لكبر، راح تسبب له عقدة لكبر. من السبب أنت يا الأب يا أخي. أنا اللي أعرف أن الأمهات يخشون عيالهم خوفا من العين، أمهات أول ها،
تخش الولد تخشه يعني بس بالبيت، فالولد يحس بحميمية، يحس بدفء. الحين أنت فتحت البيبان كأنك بطل باب بيتك حق كل من هب ودب. أنا يمكن وايد ناس ما يدرون عن حياتي الشخصية، وهذا اللي أنا أبي، ما أروح أصور عيالي وأصور الدنيا. شنو ناسب الموضوع؟ عندي محتوى أطلع أقوله، مو إلا محتوى. أنت إنسان دمك خفيف، الضحك أطلع ضحك الناس في محتواك والناس العالم، لكن يكون محتواك هو تفاصيل حياتك، هذا شيء فاشل. وهذا أنا يعني أنا أسميه جهل، يعني جهل كبير، لأن عواقبه وخيمة للأسف. أستاذ طلال، هل يمكن رفع وعي الجيل الحالي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الوعي العام؟ صعب، وايد صعب. بالسوشيال ميديا أنت تدري الاختيارات وايد، والحسابات قد شعر راسك، وين تخلي هذا المراهق ولا هذا الطفل يختار صح؟ شو تلحق؟ يا مناس يا أستاذ شكلهم زين لكن يدسون السم بالعسل، والآباء ما يقدر يحكم عليهم لأنه أصلاً مو عارف. ترى أغلب آباءنا تلقى من الجيل جيل نوكيا على قولتهم، فمو متعمق في هذه الأمور وايد عشان يقدر ينصح الولد. فالحل اللي أعيده وأكرره، الدولة يجب أن تكون حازمة في هذا الموضوع. الآباء ما يقدرون، جارك ما يقدر، المدرسة ما تقدر، المسجد ما يقدر. أنا وجهة نظري الدولة يجب أن تكون حازمة، لأن الموضوع فيه هيبة دولة، في سمعة بلد، قبل لا يكون جيل. وهذا الجيل ترى يعني هو الثروة الحقيقية، الثروة البشرية. لا تقول لي بترول، لا تقول لي غاز، لا تقول لي، هذيل هم الثروة يا ترى. هذيل ممكن يضيعون الدنيا كلها، ممكن يبنون الدنيا. فتسلمهم بيد ناس أعوذ بالله، هذه كارثة. فأنا أتمنى من 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 الدولة وكل الدول العالم أن يكون تركيزها على الجيل، على المراهقين. لأن هذا المراهق اللي تشوفه الحين بالشارع ترى باكر راح يكون وزير، بيكون مسؤول، بيكون مدير، يكون شرطي، بيكون مهندس. فأسسها عدل عشان الدولة تكون قوية بالمستقبل، لأن اللي أشوفه شيء ما يعني ما يبشر بخير للأسف. بس إن شاء الله الحين بالفترة الأخيرة لا، في تطور مؤنسني الصراحة، وأنت فاهم قصدي. صحيح. أيضا أستاذ طلال، يمكن يعني إحنا في سنة الكورونا مثل صح تسميتها، الكثير من المدارس أو معظم المدارس، معظم وزارات التربية في العالم العربي اعتمدت التعليم الإلكتروني، فيمكن هذه النقطة تكون إيجابية. صحيح هي مو وسائل تواصل اجتماعي بحتة، بالنهاية هي تكنولوجيا أكثر من وسائل تواصل، لكن هذه ظاهرة يعني ممكن تكون إيجابية ومدخل لحتى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مثالي. يعني اليوم. المدارس عندها حسابات على الانستغرام، على تويتر، المدرسين يتواصلون مع طلبتهم. فما أدري هل تتفق معي أن هذه مدخل لظاهرة إيجابية مقبلين عليها؟ أتفق جداً. أنت لو تلاحظ الفترة الأخيرة صار تجديد الأوراق والبطايق والعمالة المنزلية صار كله بالأونلاين، التجارة، تجديد رخصة صار كله أونلاين بسبب كورونا. أنا أتمنى بعد كورونا نكمل على هالسنة، خلاص منو قام يستخدم أوراق؟ خلاص. فهذا أنا يعني مدخل حلو للحكومة أنها تطور لحين ما تنتهي كورونا على خير إن شاء الله، ونكمل على السنة مثل ربعنا وإخواننا بالخليج. صحيح فيها أخطاء لكن ممكن تداركها، لأن إحنا ترى تونا جدد فيها والخطأ وارد، لكن على مدى البعيد لا، شيء وايد حلو وأنا مؤيد له يعني جدا. طيب أستاذ طلال، اليوم باختصار شنو تشوف أهم ما يجب أن يفعله ولي الأمر في تعامل ابنه مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ أهم نقطة، هل مثلاً يكفل بعض البرامج؟ هل ينزل يعني الحماية الخاصة في العمر، في عمرية معينة؟ شنو أهم نقطة ممكن يسويها ولي الأمر؟ صحيح هو يعني راح يكون عاجز عن التحكم الكلي مثل ما تفضلت، لكن لابد أن في طريقة يقلل فيها من المخاطر. فأنا يهمني هالموضوع، موضوع تقليل المخاطر بالتحديد. شنو ممكن كولي أمر أنا اليوم أسوي؟ رسالة لأولياء الأمور، الدش اليوتيوب
وتكتب الاستخدام الآمن للأجهزة الذكية أو safety mode، ترى أكبر عدو لنا هو الجهل، وما في أحد طلع بطن أمه عالم، ترى كلنا نتعلم. فأنت يا أب، نصيحة أخو، يعني اقرأ في هالموضوع وشوف فيديوهات باليوتيوب، فيديوهات تعليمية تعلمك شلون تخلي التليفون استخدام آمن لهذا الطفل، وتسكر مواقع معينة وتسكر فيديوهات معينة. أنا ما أتكلم عن السوشيال ميديا ولا عن مشاهد السوشيال ميديا، ترى في مشاهد مقززة، في قتل، في نحر، في دم، في تقطيع، في أشياء تخلي القلب ميت. لازم تمنعها عن ولدك ولا عن بنتك بطريقة، أعيد تكرار المصطلح، تدش اليوتيوب وتكتب سيفتي مود أو الاستخدام الآمن للهاتف أو الهواتف الذكية، وتقرأ وتتعلم وتشوف الفيديوهات كلها. ولا تقول مالي خلق ولا ما عندي وقت، هذا الوقت ترى حق ولدك ولا حق بنتك. تعلم. أنا طلال اللي أمنتج والدنيا، ترى أمس متعلم هالموضوع لأن ولدي بدأ يمسك تليفون شوي، فحياك. فصار في خوف من أن يشوف فيديوهات معينة أنا ما بيشوفها. فهمت علي؟ فأنا رسالتي لهم أن تعلم شلون تمنع ولدك من بعض هالفيديوهات. في موضوع آخر وعدنان يعني بدنا نتطرق له اليوم، مثل ما تفضلت اليوتيوب على سبيل المثال يمكن يستخدم كمعلم، وممكن استخدامه بشكل إيجابي بحيث أن أنت تكتب أي موضوع وتلاقي إجاباته وتلاقي طريقة تعليمه. لكن في نفس الوقت للأسف المحتوى العربي على الإنترنت بشكل عام وعلى اليوتيوب وعلى غيره من الوسائل اللي ممكن تعلم فيها، هو محتوى يعتبر ضعيف نوعا ما، المحتوى معظمه باللغة الإنجليزية. فكيف نعالج هذه المشكلة عند الجيل الصاعد؟ يعني الجيل الصاعد لو وده يتعلم راح يلاقي محدودية، وهذه يمكن مسؤولية على الجيل السابق اللي هو جيلنا، ان احنا ما قاعد نقدم مواد كافية باللغة العربية. فإذا الطفل ما كان يعرف اللغة العربية راح يواجه صعوبة. كيف ممكن نتغلب على الموضوع؟ شنو مقترحاتك في هذا الشيء؟ مقترحاتي، تذكر برنامج افتح يا سمسم؟ وتذكر البرامج اللي مثيلة له، كانت ترى بجهود يعني خليجيين، كل دول تتعاون، والدليل الممثلين اللي فيه حتى العرب كلهم. أتمنى أن يكون فيه برامج من هالنوع، مع أن وصلني خبر نفتح يا سمسم أعادوا تصويره بشكل احترافي أكثر في الإمارات. يا ليت يكون فيه تركيز أكثر على هالنوع من المسلسلات والبرامج. مهما تكلمنا، الطفل له مستوى معين، في ناس خبراء فيه اللي هم أفلام الكرتون والمسلسلات التعليمية والبرامج التعليمية. أتمنى يعيدونها ويكثفونها أكثر، لأن مهما كان هذا طفل، يعني مهما تطور، وأنا قلت مساح عقليته ذكية، لكن يظل طفل، يعني يبي يشوف ألوان، يبي يشوف شخصيات مثل نعمان وده، لكن مو موجود. فأتمنى من الإعلام الكويتي والخليجي بشكل عام التركيز على مثل هذه البرامج اللي فقدناها وايد. إلى أي مدى مهم بعدنا الاستعانة بالخبراء مثل ما تفضلت، سواء في خبراء الإعلام أو في الخبراء النفسيين والتربويين، واحد مختص في علم نفس النمو الطفل، واحد مختص في غيره من الاختصاصات، إلى أي مدى مهم هالشيء في التأسيس في مقابل العمل اللي على الجانب الآخر فقط يهدف للربح المادي أو الجانب التجاري؟ فدائما يقول لك والله في صراع، يا أما أن تحقق جانب مادي أو تحقق عمل رصين، لكن ما يحقق جانب مادي أو كيف. فشون نتغلب على هالموضوع الترجم الإعلام اليوم؟ نعم، هذه هي المشكلة اللي أنت قلتها، اللي هو مادي، يعني صارت شغل شاغل. ليش؟ لأن في منتج، في بزنس مان، يعني مو دولة. الدولة ما تسعى للربح المادي، دولة تعطي الممثل بجت، تعطي الكاست، تعطي الديكور حقه، دولة ما تبي ربح مادي. الهدف منها هو الوعي وبناء جيل محترم واعي ذكي. أما تسليم الأمر لمنتج، أنا ضده. ياما منتجين يا الحبيب وايد، وانت تدري، ولا تخلينا اقول اسامي، يعني ياخذ الله يرضى عليك شطر. حاضر
علشان مسلسله يطلع بس مستعد يسوي اي شيء ويكتب اي سيناريو حتى لو كان هذا السيناريو يضر بسمعه البلد، مستعد يكتب عشان بس يبيع المسلسل في قنوات ومحطات. لكن لو كانت الدوله ماسكه هالموضوع، الدوله ما تسعى للربح. فانا اتمنى ان الموضوع ما يمسكه اصلا. انت تذكر وقت يا سمسم هذا العصفور يطلع اول شيء؟ الانتاج خليجي، يعني انتاج خليجي، ما ابي فلوس، انا ابي عيالي يتعلمون. احسنت. فكانوا حتى يجيبون يعني من سوريا معلمين لغه عربيه للتدقيق، فتلقى محبوك عدل، تذكره ابن حروف وربعه. وينهم هذيلا؟ وينهم؟ اشتقنا يعني، ولهنا عليهم. اقوى من الشده واعلى من السكون، وينه هذا؟ وينه؟ ولهنا عليه يعني. فرسالتي يعني للدول انها تعيد النظر في هالموضوع، لانه وايد محتاجينه، وايد فقدناه اصلا. نعم بعدنا اليوم الجيل الصاعد هذا بين حانة ومانة، بين ناس تقدم له محتوى جيد وبين ناس تقدم له محتوى سلبي، وهو في حالة شد وجذب بين الطرفين. وطبعا يعني الجيل الصاعد الصغار في السن لا يمكن التعويل على قرارهم الشخصي في الاختيار أو في وعيهم الذاتي، لأننا زالوا في مرحلة التكوين. أنت شخصيا شنو تشوف بعد 10 سنين من اليوم، بعد 20 سنة من اليوم؟ هل تشوف هذا الجيل لما يوصل حق أعمارنا راح يكون بوضع أفضل من عندنا لأن تأسس صح، ولا لا في أغلبية يعني قاعد تؤسس خطأ على معايير خاطئة أو أخلاقيات خاطئة فراح يكون الوضع سلبي؟ هل أنت متفائل أم متشائم؟ والله خاف أقول متشائم تصير في حالة إحباط، وأنا هذا ما أبي. لكن هذا الجيل يا إنه يوصل لبر الأمان يا بلد قوعي، والموضوع هذا بيد الدولة وبيدنا إحنا يا الشعب. لا حد يقول أنا مو مؤثر، صوتي مو مؤثر. والله إن هذا الجيل على حافة حافة، يا يطيح يا ننقذه. وللعلم هذا الجيل اللي يطلع ما راح يطلع بروحه، راح يطلعنا إحنا وياه ويشيلنا. إحنا راح نكون كبار بالمستقبل، راح نحتاجهم عزوة للدولة ولعوائلهم ولنفسهم. وإذا طاحوا إحنا كلنا بنطيح وياهم، لا حد يقول اللهم نفسي. كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، لازم نأسسهم صح ونخاف عليهم. لكن أنا إن شاء الله إن شاء الله نظراً للي أشوفه الحين أنا متفائل خير، وايد متفائل خير، إن 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 شاء الله يعني هذيلا بتكون سحابة صيف وتنقشع إن شاء الله قريباً إن شاء الله. أستاذ من العزيز، طبعا دائما صديقنا وأخونا العزيز، دائما الحوار معك ممتع جدا. هل في نقطة معينة كنت حاب نتكلم فيها ما تطرقنا لها؟ هل في كلمة أخيرة تحب نقولها قبل أن نختم هذا الحوار السريع؟ والله يعني كورونا رغم محاسنها يعني وأنها لمت العائلة، لكن يعني اشتقنا حق أهل الإمارات وأهل الخليج، واشتقنا حق شوفتهم وحق ديرتهم كل دول الخليج يعني للأمانة. لكن الإمارات لها وقع يعني غير عندي أنا، فتحياتي لهم. وتطورهم هو تطورنا أكيد، ما في شك، تقدمه هو تقدمنا، وهم أخواننا وأهلنا. لكن إن شاء الله يا رب نرد نجتمع سواء معاهم ولا إحنا، حتى إحنا داخل الكويت اشتقنا حق بعض. أنا اشتقت لك واشتقت حق جاسم أشكناني والربع كلهم يعني، ولهنا على القعدات، ولهنا على معارض الكتاب اللي يعني فقدناها الأمانة، وإن شاء الله على خير. لكن إن شاء الله يا رب تعدي على خير. وأحب أقول للكل يعني ديروا بالك على أنفسكم، وإن شاء الله أزمة بتعدي، ومشتاق لكم لهني يعني. مشتاق لك، العافية يا رب، وعسى الله يلمنا على خير وينتهي هذا التباعد الجسدي ونرجع لحياتنا الطبيعية في أقرب وقت يا رب، ونتغلب كلنا إيد بإيد كعالم بأكمله على هذه الجائحة إن شاء الله، وترجع الأمور والمياه لمجاريها يا رب. أستاذ طلال أنا شاكر لك جدا، ودائما سعيد في حديثي معك باسم معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. نتقدم لك بجزيل الشكر في هذه الندوة الافتراضية، وإن شاء الله نشوفك دائما على خير. مودة وسلام.